الكلام ده كان في المحاضرة ما كانش، لكن للأسف الشديد ناس تعتمد على الرابع الليل الامتحان المعيد فلان جمعنا وادانا ما اعرفش ايه وادى الاكتئاب بتاعته ودخلنا ما لقيناش الكلام ده. فبعمل ايه؟ خلاص؟ بعمل ايه في مسأله؟ عادي قال دي 30 الفتاوى اللي ظهرت لا في الحل الفتاوى اللي ظهرت في الحل ناس خدت دي بيتا ودي جرام هل دي جرام؟ ده انا كنت بمسك القص وازاي كلهم وعمال هل دي كده جرام؟ فناس بقى الاكتئاب اللي عملوها وساين سكوير الفا بيتا جرام ايكوال 1 وخدت واحده هنا دي 50 وخدت كمان دي 60 Thank you.
طبعا علي الكلام اللي هو تقوله حرام. بيكنسلوا بعض ما يجيش للرزاقة بتاعته في الجزيرة اللي بيحكي بقى عمل ايه؟ قاعد يحلل وضايق صايم وضايق صايم ويجاوب معاه. انا بتعامل مع الراعي المهندس بصوا لازم يشتغل. فاحنا اعتبرنا ان قلنا الكابل الرزاقة الفوق بتاعته ايه؟ بيزيد. طب ليه احل الوجع النفسي؟ معلش معلينا هما هتطلعوا في الفحص يقال الار اكس. طب الار واي؟ الار واي هتساوي 16 صايد سيفتي زائد 3 ماشي. قال الار اكس او واي هات الرزلطه. اذا الار ايكوال روت ار اكس سكوير او واي سكوير. هات الدايركشن كان ثيتا او واي على اكس. فهات المومنت. المومنت عند الايه؟ جي عند الايه ايكوال. فالمومنت عند الايه؟ هنا ملوش دي ليها 10 في 15 موجب. يبقى اقول 10 في 15 الكابل ده يحلله واشتغل عليه فورس زائده في الاسفل. اجيب البعد ده 3 سم دي 30 يبقى طول ده كام؟ 3 كوزاين سيرتي. يبقى المومنت بتاع الكابل على طول وريح دماغي ماشي مع عقارب الساعه يبقى نيجاتيف. الفورس اللي هو مديها 6 يبقى 6 في 3 كوزاين 6 خلاص؟ هذه أبسط طريقة. إنما اللي هيقعد يحلل صح مش غلط بس اكتبها صح ماشي؟ الأخ اللي يشرب يقول في المضادة المؤيدة وبريك ممكن ومع ايه ولا مفيش معاك؟ معايا؟ اي شيء بعد كده يقول لي لو عملتها سنجل فورس مكانها فين؟ حليناها ولا لا؟ لو عملتها سنجل فورس هتيجي في مكان ما هنا. قال الار هعمل الار اكس مع نيجاتيف والار واي هيجي. يبقى كل اللي انا هعمله هساوي المومنت ده في ار واي في دي اكس. ار واي عندي يبقى طلعت الدي اكس ولا لا؟ طلعت الدي اكس. اخر سؤال عايز يطلع اللاين اوف اكشن او المسلم ليه. اللاين اوف اكشن هجيبه ازاي؟ قلتها في المحاضره. واي بتساوي ام اكس زائد سي. ايه هي الام؟ الميل بتاع الار دي خلاص؟ وعندك دي اكس والميل عندك.
هتقدر تطلع عند النقطة دي الواي بزيرو في الام عندك الاكس عندك هتطلع السين. خلصت المسألة. آخر فكرة. تثبت قيمة الزاوية ألفا لو سجلت المجموعة عند النقطة دي سجل فوز. يعني أعمل إيه؟ عندي هنا كان في فوز وكابل، هنا فوز وكابل، هنا أنا عايز هنا تبقى سجل فوز. يبقى المومنت عند البي بيساوي زيرو. هات المومنت عند البي ويساويه بالزيرو هيطلع لك الزاوية ألفا. ادي الامتحان. عندنا مخطط وعندنا كل الامتحان، انا مش فاهم ايه بقى في الوقت. لا بص معلش، انا الوقت عشان كل الوقت كان جاي والله يعني ما تقولش عليا كتاب زي ما تقول. انا الصبحيه كنت جاي قبل ماده المحاضره الساعه 10. قلت ما اشوف وقت الامتحان اعذب راسي واحل وقت الامتحان وراسي. اتمنى زي ولادي. اتمنى يعني حل هنا مره واحده ضيع وقت. معايا؟ الوقت ده انا لقيت حليفه في ايديا وعلى مهدي. لان هو الافضل اللي عنده النهارده. ماشي؟ اخر تلت ساعه يعني هو انا هجيب الكل اللي انت هتجيبه؟ هو انا هجيب الفرص للطبيعه اللي انت هتجيبها؟ انا بقول للفرص اللي هو اليونيو اللي جاي. العملية كانت مجرد تجمع فلوس. صدقني الميكانيك مجرد تجمع فلوس. المسائل على قبل ما يشيلها انا ممكن اخليك دلوقتي تقلب انت مسائل. يعني المسائل دي ممكن تعملها 50 مسألة. خلاص؟ المشكلة تحل وتفكر ازاي؟ انما كل اللي انتوا بتعملوه شيل المسائل الحل اطلع على النجاح. شيل المعلومات اطلع على مركز الاسراء والمعراض. جمع والاخر اكتب المعرفه مش تفكير. ما ينفع. خلاص؟ صدقوني ما ينفع. يعني انا بقول لك ممكن تتكلم في كده من ايه؟ اعمل تركايه صغيره مش كامله. فانت لازم تفكر ده اللي انا عايز اقوله. فكر في كده ازاي؟ والله السؤال الاخراني ده انا قلت ان هو بتاع الكومنت عند الاي جي. انا بيت نفسي مره واحده I'm not going to do it.
الهياكل الهياكل بعدنا هنبدا من اول صف صف 229
الفورسز دي تأثير ده على وليا تأثير المسمار على. طب المسمار اللي عندي ده إيكوليبريم ولا لو كده بصيت له كده مش إيكوليبريم، يبقى عشان يكون إيكوليبريم هتجيلي فورس منين؟ من الرد الثاني، فالرد الثاني هيجيب لي فورس، هيجيب فورس كده اي اكس اشمعنى كده عشان تتزن مع دي، وهيجيلي فورس ثانيه هنا كده عشان تتزن مع اللي فوق. يبقى الفورس اللي انا عاملها باللون الاسود دي جايه منين؟ جايه من الرد واحد. طب الرد واحد عليه فورس من المسمار ولا لا؟ يبقى تيجي العكس، يبقى اي اكس هنا وايه واي هنا، صح ولا لا؟ ادي شكل القوة المتبادلة بين البن والاتنين رد عند النقطة ايه؟ لو لميت دول بن على بعضيهم يظهر حاجة هنا؟ لا، لو لميتهم بن على بعض مش هيطلع هنا حاجة، هيطلع هنا متزن. طب انا لو شلت البن واكتفيت بالرد ده والرد ده يبقى الفورس اللي عليا ده اهو اي اكس اي واي، الرد الثاني ادي اي اكس وادي اي واي. يبقى انا بص الرد واحد والرد اثنين لو عملت اي اكس اي واي هنا يبقى الثاني عليه ايه؟ الفورس خد اتجاه العكس، واضح الكلام ده؟ يبقى لو عليا ده فورس الثاني هيبقى عليه الفورس ايه؟ بالعكس. يبقى ما يهمنيش انا ادرس المسمار، انا يهمني تبادل الفورسز بين الفوق الرد اللي عندي، صح الكلام ده؟ نبدا ندي امثله على الكلام اللي عندنا، ندي امثله على الكلام اللي عندنا ده ونشوف تحل. اول مثال عندي اللي انا بقول نفهم طريقه الحل مبدأ مع مثال. فمن خلال مثال او مثالين او ثلاثه افهم الموضوع بعد كده اعمل اللي انا عايز اعمله. فالمثال الاولاني اللي عندي مثال واحد صفحه 234. فالمثال عندي بيقول ايه؟ أن تفاعل هو ده أساس الشغل كله، يعني مش شيء نظري، هو ده أساس الشغل عندي، إن أنا أعمل فورس وأعمل العكس بتاعها، بس الحل إزاي ونشوف هنشتغل إزاي. فالمثال بيقول لي الابعاد وعيلة الادم والبرن، لا هتخليها نيوتن، ادم وبرن خليها A, B, و C.
فاجي ابص للشكل اللي عندي، الشكل اللي عندي مش جسم واحد اللي خدناه في الشرق قبل كده، كنت بادئ ريجل بادي جسم واحد، انما ده مش جسم واحد ده جسمين. فعايز يطلع الرياكشن عند السي، السي هنا في الحاله دي الرياكشن عنده او الفرصه عند السي، قوه داخليه ولا خارجيه؟ قوه داخليه. فعايز يطلعها، عشان اطلعها لازم ايه؟ افصل، افصل القروض. بس المسائل بقى الوضع ده عندنا طريقه الحل بعمل ايه؟ طريقه حل مسائل مفصلات بعمل ايه؟ اول خطوه زي ما بنقول، اول خطوه ندرس اتزان المجموعه ككل. ادرس اتزان المجموعه على بعضيها، يعني ابص الجسمين على انهم جسم واحد. طب عشان ادرس اتزان المجموعه الجسمين مع بعض لازقين مع بعضيهم كجسم واحد، يبقى لازم الاول ارسم الفري بادي دايجرام للجسم. يبقى ارسم الفري بادي دايجرام للجسم. عشان ارسم الفري بادي دايجرام للجسم لازم اعرف الرياكشن عند الصفور. فالرياكشن عند الصفور عند البن هنا في رياكشن، كام رياكشن؟ اثنين. عند الدي في رياكشن، اثنين كومبوننت. اجي احط السي هنا ينفع؟ ما ينفعش. هكتبها ملحوظه كده من الاخطاء الشائعه ان الناس بتحط هنا سي اكس وسي واي. ما ينفعش طالما بدرس المجموعه ككل. يبقى المجموعه ككل دي بتعتبر قوه داخليه. لو عملت خلصت معاك المساله كلها. يبقى نبدا نحط الرياكشن عند السبورت. يبقى اجي احط الوزن بتاع الرد ده قال عليه. بعدين الرد ده قال لي ملوش وزن، قال لي فيه فورس فوق مش هخسر عليه. فاحط الرياكشن عند البي والاي، هنا ده فين وده فين. هنحط اثنين كومبوننت، هنحط اثنين كومبوننت. عايز عند الاي الكومبوننت ثاني دايركشن اللي هي كده. هناخد اي اكس هنا مثلا، ناخد الاي واي هنا، ما تزعلش. طيب انا ما اعرفش الكتاب عامل ازاي، ممكن اعكسها، اي اكس هنا، اي واي هنا، كده. خلاص؟ فانا عملت كده، لو لقيت الكتاب عامل عكس ما كنتش ان انا عامل غلط. البي هعمل رياكشن سبورت، اعمله فين؟ ما انا ما اقدرش احكم، هنا ده في 200 نيوتن، فال 200 نيوتن ممكن مع البي اكس، مع دي اكس، دي اكس، ما اعرفش. عايزين انهي اتجاه؟ على الباب ولا على المكان؟ اللي يعجبك، على الباب، ادي بي اكس والبي واي عندي، ادي البي واي كمان مش هتعلم. خلاص؟ وانا بحل لو طلعت البي اكس نيجاتيف يبقى عكس اللي انا عملته، ما قبلناش. ماشي؟ يبقى بالتالي عمليه سهل ان احنا نضع الكلام ده. اجي ابص بقى الجسم ككل لما هدرسه وهدرس اتزانه كما لو كان جسم واحد، كم مجهول عندي هنا؟ أربعة. كم معادلة أقدر أجيبها من الجسم في 2 دي؟ ثلاثة. الجسم في 2 دي لما أدرس اتزانه كم معادلة بنعرف نجيبها؟ ثلاثة. سيجما إكس إيكوال زيرو، سيجما واي إيكوال زيرو، سيجما مومنت إيكوال زيرو. ثلاثة وعندي هنا أربعة، يبقى مش هعرف أكمل. فبنعمل إيه؟ نعمل الخطوة اللي بعديها إيه؟ يبقى بعد ما أدرس اتزان المجموعة دي هندرس الاتزان. عشان ادرس الاتزان ايه رايك هنا لو جبنا المومنت عند النقطة ايه؟ سيجما المومنت عند المومنت ناخدها ام ولا جي؟ كل الكتب بتاخدها ام ما عدا الكتاب اللي معانا. سيجما المومنت عند الاي ايكوال زيرو. اكتب اقول ايه؟ عند الاي هنا سيجما المومنت اكتب اقول ايه؟ ابدا بالدي ملهاش. اخد 400. ال 400 دي في منتصف الرد، يبقى تنزل هنا على 1.5. يبقى اقول 400 نيجاتيف ولا رد؟ نيجاتيف. بقول نيجاتيف 400 1.5. ادي اول فورس. اطلع على الفورس اللي بعديها ال 200. المومنت بتاعها عن الايه؟ موجب ولا سالب؟ موجب. يبقى بلس 200 قرب في كام؟ في 6 ولا 3؟ 6. بعدين اجي هنا دي اكس ملهاش، دي واي ليها، موجب ولا سالب؟ موجب. يبقى بي واي في 3 ايكوال 0.
لما اجي احسب الكلام ده لما اجي احسب الكلام ده واحد ابتدينا دي واي تطلع كوبا ولا سالب دي واي تطلع كوبا ولا سالب اعتقد هتطلع ايه اللي هي كام 400 ولا 200 بتاعت الكلام 200 نيوتن يبقى طلعت نيجاتيف 200 نيوتن طلعت تبقى العكس بس مش عاكسها تبقى كده يا مريم يبقى الاشاره السالبه دي الاشاره السالبه تعني عكس الاتجاه اللي احنا قلناه خلاص بعد كده هنا انا جبت الايه؟ البي واي هنا انا جبت البي واي اجي اقول سيجما اف واي ايكوال زيرو سيجما اف واي ايكوال زيرو اكتب اقول ايه؟ اكتب اقول اي واي بلس بي واي ماينس 400 ايكوال زيرو والبي واي انا لسه جايبها اعوض بنفس الاشاره بتاعتها يبقى عندي اي واي بلس البي واي احط ماينس 400 ايكوال زيرو معايا يبقى في الحاله دي الاي واي ايكوال 600 نيوتن كده احنا جبنا البي اكس جبنا البي واي المعادلتين المعادله الثالثه سيجما اف اكس ايكوال زيرو سيجما اف اكس ايكوال زيرو اقدر اكتب ان اي اكس بلس بي اكس ماينس 200 ايكوال زيرو ادي المعادله رقم ثلاثه مش هتديني حاجه يبقى ادي المعادله واحد بتدي دي المعادله اثنين بتدي دي المعادله الثالثه ادي دي خلاص يبقى كده ثلاث يبقى من دراسه الجسم ككل قدرت اطلع بعض المجاهيل اللي عندي هو عايز يطلع الاسهم عند السين فيبقى في الحاله دي قلنا الخطوه اللي بعد كده بنقول ايه؟ ديسمبر او سيبارين او نفصل الجسمين من بعضيهم فلما افصل الجسمين من بعضيهم ادي الجسم الاولاني اللي هو دي وادي سي وادي دي واحط القرص اللي عليه وادي الجسم الثاني هقسمه جنبه كده جنبه بالظبط ادي سي وادي ايه ونحط الفورسز اللي على كل واحد اللي ده كان عليه 400 وعند الاي في هنا كان اي اكس بنفس الاتجاهات اللي انا بدات بيها اي اكس اي واي وهنا عند البي خدت بي اكس وخدت دي واي وهنا في 200 نيوتن اثنين اربعة بعدين لما فكيت الاثنين من بعضيهم بقى القوة الداخلية اللي هنا تبدأ تظهر ولا لا؟ يبقى القوة الداخلية هنا عند السي تظهر عايز تحط عند السي بقى قوتين اعتقد افضل وقت دول يعني اللي يعجبك احط سي اكس كده ولا اللي يعجبك؟ كده ولا العكس اللي يعجبك؟ ادي سي اكس ماشي وادي سي واي لفوق هتقول اشمعنى عملتها فوق واي لان انا لقيت ان البي واي اللي تحت صح الحل الصح لاعلان ان البي واي اللي تحت يبقى دي عشان تتزن معاها يبقى دي فوق مش عاجبك اعملها تحت مش مشكله بس المهم اللي لازم تعمله بقى ايه حطيت دول هنا الثاني تعمل ايه العكس على طول يبقى هنا احط ادي سي اكس عكس دي ودي عكسها ادي سي واي ماشي يبقى قلنا ايه يبقى اول حاجه بنعملها بندرس المجموعه ككل وارسم الفري بودي دايجرام ونحصل على بعض المجاهيل خلاص الخطوه الثانيه بنعمل ايه بنفصل الهيكل اللي عندي لو كان ثلاثه واربعه افصله ثلاثه واربعه ماشي هنفصل الهيكل في المنظر ده يبقى الخطوة الثانية زي ما قلنا نفصل الأعضاء
عن بعض او حاجه كده. الانجليش يقول ذيس ممبر تفريغ، ماشي. بعدين طب وصفت انا دول، الخطوه اللي بعد كده بعد ما افصله ببدا باني عضو فيهم. انا فصلتهم لاثنين لقضيبين، ابدا باني واحد فيهم. الخطوه اللي بعديهم نبدا بالاقل عدد مجاهيل، خلاص. يعني انا لو فصلت لقيت اثنين واحد عليه اربع مجاهيل، واحد عليه ثلاثه، ابدا برضه ثلاثه، خلاص. يبقى ابدا بالعدد المبيل عليه ايه؟ قليل. نبدا بقى الاثنين واضح زي بعض، نشوف ليه زي بعض. انا عندي هنا ايه المعلوم اللي هنا؟ المعلوم اي واي، اي واي دي عارفها، معلوم الاي واي بس. يبقى المجاهيل اللي عندي اي اكس مش عارفها، سي اكس واي، بي اكس مش عارفها، سي اكس سي واي اللي عندي، سي اكس سي واي، ماشي. دول المجاهيل اللي عندي. يبقى ابدا باي رمز اللي يعجبك، عايز اي رمز، يمين ولا شمال؟ انا حلو كده احنا، خلاص ماشي شمال، خلاص. ندرس اتزان القضيب AC، لازم تكتب لي كده، ادرس اتزان الرد AC. اجي اقول ايه بقى في الرد AC؟ ادي الرد عندي AC، ايه رايك لو اخدت المومنت عند السي؟ نعم، لو خدنا المومنت عند السي هنا، اجي ابص عند السي، ايه اللي عندي؟ عند السي المسافات اللي عندي دي واحد ونص ودي واحد ونص، والمسافه دي كده 4 متر. سيجما المومنت عند السي ايكوال زيرو، وش معنى عند السي؟ عشان اضرب الاثنين المجاهيل اللي عندي دول. فسيجما المومنت عند السي اكتب اقول ايه؟ اكتب اقول اي واي، والاي واي جبناها بكام؟ 600. الاي واي ب 600، يبقى اقول كده اي واي اللي هي 600 في 3 موجب ولا ثابت؟ ثابت. بعدين 400 موجب 400 بكام؟ 1.5 ايكوال 0. ايه اسف، في حاجه ثانيه؟ ايوه هات على اللي عاوز يجاوب. بعدين ايه تاني؟ ايه اكس موجب ولا ثابت؟ موجب. يبقى بلس ايه اكس بكام؟ ب 4 ايكوال 0. يبقى المساله هتقول لي بتاخد وقت، لا ما انت لو مش عارف المومنت، مش عارف الاشارات، ومش عارف الاخر فطور، بتاخد وقت. انما اللي فاهم على طول. من هنا هقدر اطلع ايه؟ من هنا هقدر اطلع الـ AX، هتطلع بـ A واحد اكتباعي، موجب ولا ثابت؟ موجب ولا ثابت؟ بص يبقى 300 نيوتن. ما انت ما تبصش لحاجة كتاب اللي احنا ممكن نكون ماشيين غيره. ادي الـ AX، خلاص؟ يبقى انا كده جبت الـ AX هنا، الله. طب ما الرد ده يبقى انا كده جبت الـ CX ولا لا؟ يبقى سيجما اف اكس ايكوال زيرو هيدي ان الاي اكس هتساوي سي اكس هتساوي 300 نيوتن، صح ولا لا؟ اقول اي اكس ماينس سي اكس ايكوال زيرو، بقى الاي اكس تساوي سي اكس تساوي زيرو. طيب ايه تاني؟ على بقى الاس واي، سيجما اف واي ايكوال زيرو، سيجما اف واي ايكوال زيرو، هقول ايه؟ اي واي اللي هي 600 ماينس 400 ماينس سي واي ايكوال زيرو. الاي واي قلنا 600، الاي واي 600، احط 600 هنا ماينس 400 يبقى كام؟ 200. انقل على الناحيه الثانيه، إذا سي واي هتطلع ب 200 موجب ولا لا؟ يبقى موجب.
ايه تاني عندي؟ ايه تاني مجاهيل عندي؟ فاضل البي اكس، ارجع للمعادله دي، ارجع للمعادله الاولانيه، الاي اكس جبناها ب 300 والبي اكس مش عارفها، ماينص 200 ايكوال 0. اذا البي اكس ايكوال نيجاتيف، بي اكس ايكوال نيجاتيف 100. خلاص؟ يبقى احنا كده كل الارجوم جبناها ولا لا؟ جبناها. فتعالى بقى نرسمها، تعالى نرسم كل الرياكشن اللي احنا جبناه، كل الرياكشن اللي احنا جبناه. اول رياكشن عندي ايه؟ البن ايه؟ تاني رياكشن عندي البي، تالت رياكشن عندي السي. بحط الاتجاهات الصح على النهايه اللي احنا عملناها. فعندي ايه؟ عندي ايه؟ الاي اكس موجب ولا سالب؟ الاي اكس موجب، ادي الاي اكس بتساوي 300 نيوتن. الاي واي لسه جايبينها موجبة، ادي اي واي 600 نيوتن. اذا الرياكشن عند الايه؟ الريزلت بتاع الرياكشن ده، ادي الريزلت ايه؟ ايكوال ايه؟ ايكوال ايه بقى؟ ايكوال روت ايه اكس سكوير ايه واي سكوير، صح ولا لا؟ يبقى الريزلت هنجمع الكومبوننت اللي عندي سكوير. طب لو عايز اجيب الدايركشن كمان بتاع ده سيتا واحد، اعرف اجيب. اذا كان سيتا واحد ايه واي على ايه اكس، ادي بالنسبة للنقطة ايه. اطلع بالنسبة للبن دي عند البي، البي قلنا دي اكس بايه؟ البي اكس نيجاتيف، يبقى البي لقيت البي اكس هنا ونيجاتيف كام؟ نيجاتيف 100. والبي واي، البي واي حسبناها طالعة نيجاتيف، والبي واي اهي كمان نيجاتيف، ومختارها 200 نيوتن. ادي البي اكس، يبقى فين الريزلت؟ يبقى الريزلت عند البي الفورس جايه كده ار دي. طب بتعمل زاويه ايه؟ اسميها ثيتا 2، اعرف اجيبها بي واي على بي اكس. تعالى البن عندي السي، البن عندي السي، فين السي اكس اللي حسبناها؟ سي اكس اهي موجبه، يبقى ادي سي اكس 300 نيوتن. فين السي واي اللي حسبناها؟ موجبه هي 200 نيوتن. سي واي 200 نيوتن. يبقى فين الريزلت؟ يبقى الريزلت اهي، ادي ار عند السي بتعمل زاوية ثيتا 3، اعرف اجيبها. صعب الكلام ده؟ صعب ولا سهلة؟ هتقول لي طويلة وبتاخد وقت، ده أسهل فريق. مرة جبناه في امتحان، بس الكلام ده من سنين. مرة جبت الامتحان كرسي كده وواحد سند عليه، قلنا له طلع الاكشن عند كل نقط ماشي؟ يعني كان كورس، كورس شكله جميل كده، كان كورس شكله جميل بمنطقه زي كده، معرفش هنا وهنا معرفش ايه، حاجات زي كده، وبني ادم قاعد عليه كده، طلع بقى الاكشن هنا وهنا وهنا وهنا. الكلام ده في ايه؟ الثمانينات، ايام ما كانت الناس بتعرف.
النبي عليه الصلاه والسلام حتى ما طلع ايه؟ طلع لي سي اكس بوك سي واي نيجاتيف ده بوك ماشي ده بوك ابو نموذج. طب لو كان ده سالب كنت عكست ده هنا كده وده كده خلاص وده هيبقى العكس فطلع بالعكس واحد من دول عندي تي ده بين
الرياكشن سبورت كام رياكشن. اثنين عارفين عن اي اتجاه اللي عندنا ادي دي اكس وادي دي واي. هنا مفيش حاجه عندي السي عندي السي اعمل رياكشن. السنس يقول لي اعمله ازاي؟ عايزين اكس كده ولا لا؟ ليه كده؟ عشان سيجنال اكس تساوي زيرو. طب والسي واي يا فوق يا تحت اللي يعملها؟ هندرس اتزان، ندرس اتزان المجموعة. من اتزان المجموعة لو بصيت عندي كم مجهول هنا؟ الفايل بتقول أربعة، خمسة، عندي خمسة، أدي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. العكس اللي بيتعمل ده في الامتحانات، انا بقول من خبره، العكس اللي بيتعمل في الامتحانات، واحد يجي عند البي والاي فرحان بالسي اكس والسي واي والعكس، يعمل بي اكس وبي واي عند الاي، اي اكس العكس، اي واي، ويخرج بقى يخرج في مساله يكون مؤثر. صح ولا لا؟ ينفع في الجسم ككل اعمل الكلام ده؟ لا. هيقول لي ده انا عملتها يا دكتور ما تنقص ايه؟ اصل المساله. خلاص؟ حاجه زي كده ده اسمه عكس. طيب يبقى ندرس المجموعه ككل. طبعا مش هقدر اجيب كل المرموق، هقدر اجيب اللي اجيب. فنقول ايه؟ لو جينا قلنا سيب ملموم هنا. سيجما المومنت عندي دي سيجما المومنت عندي دي ايكوال زيرو. اكتب اقول ايه؟ سيجما المومنت عندي دي ايكوال زيرو. دي مالهاش دي مالهاش بالعشرة دي ليها سالب بسالب عشرة دي ستة. بعدين السي واي السي اكس وهي مومنت السي اكس والسي واي مومنت السي اكس موجب ولا ثابت؟ هي اربعه ولا 12؟ السي واي موجب ولا ثابت؟ صدقوني وانا بصحح كل الاشارات ببص عليها. يعني عيب عندنا في الفارس ان ما هياش ماده حقوق ولا اداب جديد في الشيخ. لا ده احنا كل بمشي مع كل الشهر فتذاكرنا مع كل شهر. خلاص؟ بدور على الشهر الطبيعي عشان كده اتفضل. سيجما اكس ايكوال زيرو هتدي سيجما اكس ايكوال زيرو هتدي دي اكس تساوي دي اكس. ادي علاقه رقم اثنين. سيجما اف واي ايكوال زيرو اكتب دي بلس دي واي ماي بلس دي واي ماينس 30 ايكوال 0. ادي علاقه رقم 3. ماشي؟ الخطوه الثانيه نعمل ايه بقى؟ نبدا في بريد الاعضاء التعظيمه.
الموقف الثاني بتاعه. ادي دي اكس وادي دي واي وادي نقطه اي وادي هنا اكس. ادي سته سته ادي الربع اللي في النص. ادي الربع اللي في النص خلاص. المشكله بقى في الربع اللي في النص ونقطه الاتصال بتاعته. الربع اللي في النص متصل عند الميل ومتصل عند الميل صح ولا لا؟ ارجع بقى للكلام اللي احنا كنا قلناه قبل كده. طب واحد ذكي يقول لي الربع ده يبقى مشدود ولا مفروض؟ بالشكل اللي عندي ده مشدود. يعني ايه الربع مشدود؟ يعني لو ده ربع مشدود الفورس بتشد الضغط، لو مضغوط يبقى الفورس داخل عليه. فالربع اللي عندي ده لما افصله الفورس بتشد الضغط ولا الجوه؟ بكره الفورس كده بكره الستيك عندي مشدود. يبقى الربع اللي عندي ده مشدود. اشمعنى؟ لان لو قطعت هنا كده ايه اللي هيحصل؟ ده هيقع الواد ده هيقع. ايه اللي منعه يقع؟ يبقى ده بيشده صح؟ يبقى الربع اللي عندي ده مشدود. يعني ايه مشدود؟ يعني في فرصه عليه هنا اسمها دي وفي فرصه ثانيه هنا اسمها دي. كده يبقى مشدود ولا لا؟ كده مشدود. طب الرياكشن بتاع النقطتين دول يبقى فين حته؟ العكس ولا لا؟ يبقى الفرصه دي جايه له منين مصيبه؟ جايه من ده صح ولا لا؟ الفرصه دي جايه له من هنا والفرصه دي جايه له من هنا. يبقى دي جايه له من هنا. طب هو هيشدها كمان ولا هيشد كمان لفوق كده دي؟ اشمعنى؟ لان لو جمعناهم مع بعضيهم جد زيرو. يبقى هنا ده دي يبقى فوق هنا اعمل هنا كمان دي. سؤال بقى الحته الحاجات اللي بتاعت التريكات اللي بنعملها. طب اشمعنى الربع عملته كده؟ ليه؟ وما كان واحد ممكن يسالني طب يا دكتور مش ده بنت ليه ما عملتش بي اكس وبي واي؟ يعني ليه ما قلتش هنا بي اكس وبي واي؟ وليه ما عملتش هنا اي اكس وبي واي؟ كنت لسه هسال. جدع، لان الرد اللي عندي ده قال لي ملوش وزن. فده كده في فورس منبر ولا لا؟ يعني ايه في فورس منبر زي ما شرحنا قبل كده؟ يعني الرد اللي عندي ده عليه اثنين فورس فقط. وعشان يكون متزن، فاكرين الكلام اللي انا قلته؟ لما قلت لك عندي اي شكل في المنبر ده كده. ادي ايه وادي بي. وده في فورس منبر. عشان يكون متزن لازم ايه؟ لازم على نفس الخط يا كده يا كده. او للخارج او للداخل صح ولا لا؟ او لما قلنا حاجه زي كده وفرص نمره يبقى الفرص فين؟ يا خارج يا داخل صح ولا لا؟ طب ما الرد اولى من الكلام ولا لا؟ ما الرد ده في فرص نمره يبقى الفرص فين؟ على نفس الخط يا خارج يا داخل كده ماشي؟ يبقى ده في فرص نمره. يبقى انا سؤالي ليه ما عملتش هنا بي اكس وبي واي؟ عشان ده هو فورس ممبر ماشي؟ فالمساله ممكن اجيب لك نفس المساله كل اللي اعمله اقول لك الرد ده ليه وزن ليه وزن فاضي كل المساله صح ولا لا؟ لو ده ليه وزن هنا لو ده ليه وزن هل يبقى ده هو فورس ممبر؟ لا ده ما بقاش هو فورس ممبر بقى 3 فورس منبر. يبقى في الحاله دي بعمل ايه؟ بحط الويت بتاع ده واحط الرياكشن هنا. مش هحطه كده بقى اعمله ايه؟ بي اكس وبي واي. وهنا بي اكس وبي واي
واضحة لا؟ يبقى انا كده عندي كام جسم؟ ادي واحد اثنين ثلاثة واضح؟ يبقى كل المسألة تتغير وكل اللي انت عامله او اللي انت حاطه متغير لو غيرت لك قلت لك ده مش في الكورس بالفعل ماشي؟ ثاني واحد يبقى برضه طب بعد كده بعد ما عملنا فصلنا وحطينا كل الكورسز عندي ابدا بايه كان كل؟ اهو نبدا بالاقل عدد مجاهيل تعالى بقى ما جبناش من دول اي مجهود ما جبناش حاجه فعد المجاهيل اللي هنا ادي واحد اثنين ثلاثه عد المجاهيل اللي هنا واحد اثنين ثلاثه اربعه يبقى ده أبدأ من اللي تحت كده خلاص؟ أبدأ من اللي تحت كده يبقى بعد كده هتقول إيه؟ ندرس اتفاق ولازم تكتب اللي جاوب في الامتحان أحيانا ما أعرفش هو بيدرس إيه العظيم طب أنا هعرف منين؟ ويجي سيجما نومي سيجما في إيه؟ وأعرف إيه؟ لا أنا ما أعرفش أنا أنت لازم تحدد أنت بتدرس مين؟ واضح؟ فاحنا قلنا اهو كتبت هنا اتتال المجموعة بعد كده وصلنا هتدرس ده ولا ده ولا ده؟ هندرس الاتتال ده يبقى ندرس الاتتال القريب اللي هو دي اي اتش خلاص؟ اسهل حاجة اعملها ايه رأيك لو خدت سيجما نون من هنا؟ تقول لي طب انا مش عارف الكتاب يا جماعة هنعرف نجيبها ارجع هنا واشوف الزاوية دي اعرف اجيبها ولا لا ده كده أربعة ده كده ثلاثة يبقى ده خمسة ولا لا قول ده خمسة صح يبقى كوساين سيتا عندي بكام ثلاثة على خمسة كوساين سيتا أربعة على خمسة لا صبر مش عليا يبقى لما اجي اعمل ريزوليوشن هنا لما اجي اعمل ريزوليوشن هنا اقول ايه؟ في قصير قصير كام؟ 4 على 5 قصير 3 على 5 3 على 5 وهنا في 4 على 5 فلو جبنا المومنت عندي دي سيجما المومنت سيجما المومنت عندي دي بيساوي زيرو اقول ايه؟ سيجما المومنت عندي دي اكتب اقول ايه؟ اربعة على خمسة في موجب ولا ثالث؟ موجب ولا ثالث اربعة على خمسة موجب اطلق في ستة ده بالنسبة لي دي ملهاش الوزن ده ليه موجب ولا ثالث؟ ثالث 20 في 12 ده بيساوي 0 إذا البي 1 البي هتبقى البي تطلع بكام؟ بتطلع برقم إيه الرقم؟ إيه الرقم كام كده؟ تطلع كام؟ 20 ولا 40 ولا تطلع كام؟
اعوض عن البي عندي 50 50 هنا يبقى هنا 10 40 20 دي واي ايكوال نيجاتيف 20 دي نوت يبقى كده جبنا الدي واي نيجاتيف 20 كيلو نيوتن. احنا عايزين ايه؟ خلصنا ولا لسه؟ طيب اول حاجه كنا عايزين الرياكشن عند البي، عند البي هنا عرفنا البي ولا لا؟ عرفنا البي ب 50 يبقى دي خلصنا منها، والاي نفس الكلام ولا لا؟ تعالى عند السي، السي فيها سي اكس وسي واي، ما جبناش احنا السيهات هنا. تعالى هنا السي اكس هي بتساوي، يبقى جبنا من الكلام ده السي اكس بتساوي دي اكس بتساوي 30 كيلو نيوتن. طب تعالى بقى للسي واي، السي واي هاجي هنا، السي واي انا عندي دي واي كمان، اول واحدة جدع من اول واحدة السي اكس عندي ب 30، يبقى جبنا السي واي ولا لا؟ جبت السي واي، اطلع على الثالثة، سي واي، سي واي صح. اللي انا عايز اقوله المسائل دي ممكن يتلعب فيها بالصفر، المسائل دي ممكن تلعب فيها بالصفر خلاص؟ البعض خلاص لسه في الساعه.